الجيش. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان، السادة الفضلاء أعضاء اللجنة الملكية، السادة الوفد المرافق
لهم كل واحد بوسمه واسمه السادة الحضور. باسم شيخنا وباسم مشيختنا نرحب بكم ونقول لكم نزلتم أهلا ووطأتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم. والله نسأل أن يجعل خطاكم مباركة في هذه الزاوية العامرة، وككل عام وككل سنة يتجدد الشكر لله سبحانه عز وجل على ما أنعم به وأغدق في فترة المغفور له مولانا الحسن الثاني رحمة الله عليه، الذي شاء الله تعالى أن يجمعنا بفضله وبسببه بعد انتقاله نترحم عليه. وعمله لا زال ساريا، وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. العلماء في مشارق الأرض ومغاربها ينفقون من مادتها، حتى قال أحدهم: أهل المشرق عالة على علماء المغرب في اجتهاداتهم. أن يكون مبدأه لمولانا الحسن الثاني طيب الله تراه، وصدقة جارية. هذا الصرح الذي أسسه مولانا الحسن الثاني، وشاء الله تعالى أن يبنيه وأن يطوره. من المؤمنين رجال صدقوا وعاهدوا الله عليه، وقد نحبه وما تبدل تبديلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامر صاحب جلالة على حكيم بركان، السيدة مديري ورؤساء المصالح الإقليمية، سيدي جمال، سيدي المنير، سيدي معاد، السادة مريدي وفقراء طريق القادرية البوتشيشية المباركة. قبل كل شيء، نيابة عن أعضاء اللجنة الملكية وباسمي الخاص، أود التعبير لكم عن فخرنا وسعادتنا واعتزازنا بتجديد اللقاء معكم في هذا الرحب السعيد، في هذا البيت المبارك الذي لا زالت أركانه تحمل نفحات مباركة لذكرى غالية، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا زالت تحمل أطارا طيبة لملتقاكم السامي الراقي الذي كان له صدى طيب لإشعاع لثقافة ولقيم روحانية دينية ثقافية تاريخية متأصلة في 12 قرن من تاريخ المملكة المباركة. فلكم جزيل الشكر على هذا، وإذ نحثكم على المضي في هذا الإشعاع، إذ أن هذه القيم هي وديعة أمانة بين أيديكم، ونحن اليوم بين أيديكم بأمر من مولانا أمير المؤمنين ملك محمد السادس نصره الله، حتى نبلغكم قبل كل شيء سلامه وعطفه ورضاه، ونصلكم بالهبة المولوية الكريمة لإحياء الذكرى 25 لافتقادنا ولوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وأنار ضريحه، من خلال كما عدناه فيكم إخراج السلك القرآنية وحلقات الذكر وحلقات الدعاء، الدعاء لمولانا أمير المؤمنين بالنصر والتمكين، وأن يحفظ ولي عهده المولاي الحسن بما حفظ به الذكر الحكيم وصمه الكريم المولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما نرجو منكم، وذلك معهود فيكم، بالدعاء لشعبنا المغربي بالرفاهية والازدهار والأمن والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجازيكم بخير. الله 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 Oh,
تبحر فيها هلك تبحر فيها الله 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 مولانا سبحانه